مو بس المأكولات بتعطينا طاقة لحتى نقدر نصوم، كمان في بعض المشروبات بتساعدنا على عسر الهضم، على التجفاف، وأيضا بتبدنا بالطاقة والحيوية. كتير من الناس بيعانوا من مشاكل صحية بتصير معهم خلال فترة الصوم، ومن هالمشاكل جفاف البشرة الناجم عن نقص بترطيبة وعدم شرب كميات كافية من المياه خلال ساعات الإفطار. هذا الموضوع بينعكس سلبا على الجلد والنضارة، وبيفقد البشرة يعني رونقة مثل ما منقول، بتصير البشرة هيك باهتة، بتصير تبين إنها تعبانة. البعض الآخر بيعاني من زيادة بالوزن وتراكم بالدهون خلال شهر رمضان، وبيلاقي هذا الشيء صعوبة بحرقها وإنزال الوزن. فيا ترى شو هي الحلول، وكيف فينا يعني نتدارك هذا الشيء، وشو المشاكل اللي بنقدر نتلافاها بطريقة صحية وغير كيميائية؟ هالشيء رح نعرفه مع ضيفنا بالاستوديو خبير الأعشاب ياسين قداح. أهلا وسهلا فيك. أهلا يا أستاذ. رمضان كريم. رمضان كريم، ينعاد عليك، بتنورنا دائما بكل خير. فقرة فيها هيك فوائد عشبية، ومن صيدلية الطبيعة بنحاول نعطي أنفسنا وكل المشاهدين بعض الفوائد. بداية، شو أهم الأعشاب اللي لازم تتواجد بمطبخ كلسة بيت خلال شهر رمضان؟ شوف، بالنسبة للبشرة وتغذية البشرة برمضان، على قد ما حكينا عن الأعشاب، على قد ما نقص الماء هو اللي عم بيأثر سلباً على تراجع البشرة. تمام. بس احنا فينا نعوض هذا الشيء بشرب الماء من فترة الإفطار للسحور، لأنه احنا ما منخزن مي بالسحور ليظل معانا طول اليوم، يعني نشرب المي بالفترة اللي هي من الإفطار إلى السحور بكمية من 2 لـ3 لتر، والتركيز على الشاي الأخضر وفيتامين سي. البردقان هلأ موسمه، فينا احنا نشرب عصير البردقان والشاي الأخضر. بس بعض الناس بيقول لك انا ما عم لحق اشرب، لانه ما عم موازن بين شعوري بالجوع والعطش خلال فتره الافطار، يعني بين الافطار والسحور من 7 مساء تقريبا للـ5 صباحا. نعم. فيعني ما عم ينتابني شعور بالعطش، خاصه. نعم. انه الجو لساته بارد. التحوير يعني بين النعناع، الكركم، القهوه، الشاي الاخضر او الشاي الاسود، يعني الاكثار من السوائل والتعويض بهذا الموضوع وغسيل البشرة وتعويضها عن المدخر المائي الداخلي بغسل البشرة بأكثر من مرة، منعوضها عن الترطيب، لأنه المسام المفتوحة هي عم تمتص المي وبتعوض عن فواقد السوائل. نوعا ما خلال الصيام ونقص السوائل، خلينا نقول، بيخلينا نحن كصبايا وأيضا الشباب منعاني من موضوع تجفاف البشرة. نعم. بنلاقي فيها هيك بهتان، بتبين تعبانة. نعم. فأنا شو الأشياء اللي أنا بقدر أعوض من خلالها؟ شو الأعشاب اللي أنا لازم أخذها؟ شو الشيء اللي أنا بقدر أنا أدارك هذا الموضوع وأتلافه؟ هلأ عصير الرمان، عصير التوت، الكاكاو، هي من المشروبات المفيدة للبشرة اللي بتغذي البشرة. تمام. أكل الفريز أو الفراولة رائع جدا، ماسك الفراولة رائع جدا أثناء الصيام إذا عملنا حبة واحدة، أو اللبن، أو عصير الخيار، عصير ورق الخس. يعني إحنا إذا ما بدنا نشرب مي، يعني أو إحنا صايمين برمضان، معقولة ما نعمل، يعني بما أنه ست البيت موجودة بالمطبخ أو بوقت الصيام فيها تعمل هالماسكات، هي تعوض البشرة وتغذيها. تمام. طيب خلينا نروح لفئة فئة من الأعشاب، نبلش بموضوع عسر الهضم. نعم. كثير من الناس عم يعانوا من عسر هضم، بلشنا اليوم الرابع، بلشت تظهر أعراضه، ما عاد انتظمت فترات مثلا نومهم ولا أكلهم، مما أدى إلى موضوع تلبكات معوية. بالضبط. إضافة لكمية الطعام اللي عم يتناولها. نعم. شو أهم الأعشاب أو المغليات؟ نعم. إذا نحن تناولناهم بعد الإفطار أو قبل السحور ممكن يساعدونا بموضوع الهضم. هلأ بالنسبة لموضوع عسر الهضم، هو التنويع الجائر على السفرة برمضان، حتى لو كانت الكميات بسيطة، إن كانت المقالي أو الطبخ، وجود الشوربة، السلطة. طيب الشوربة والسلطة هن من الأكلات الأساسية على مائدة رمضان، وهن أخف شيء بالنسبة لاستيعابهم على المعدة والأمعاء. شو ممكن نضيف لها لحتى تصير صحية 100%؟ خل التفاح الطبيعي. خل تفاح طبيعي. طبيعي. احنا هيك بنكون اعطينا اعازة للمائدة والامعاء بالنسبة لموضوع مضادات الاكسدة بوجود الخل التفاح، وثاني شيء احنا ارتحنا بالنسبة للتلبك المعوي، وفينا نضيف النعنع اليابس على السلطة ودبس الرمان لنكون احنا بالسليم بالنسبة لمشاكل المعدة. ولكن اللي بيعاني من القولون سابقا
في انه يبعد عن البقوليات قدر الامكان برمضان وغير رمضان، يعني صحن الحمص، صحن الفول، التسقيه هدول يستغني عنهم معلش اللي عنده تلبك. طب شو الفتره المناسبه اللي انا بقدر اخذ فيها هي الاشياء؟ انا قبل الفطور ولا بعد السحور ولا اثناء السحور بقصد ولا على الفطور؟ امتى انا أثناء بقدر الاكل هي هو افضل شيء اثناء الاكل، يعني أثناء وجبة الإفطار أفضل شيء بالنسبة للخل، بالنسبة لدبس الرمان، بالنسبة للشوربات، بالنسبة لشرب المي بدرجة أساسية قبل العصائر الصناعية. ولكن أنا عندي الفترة بين الإفطار والسحور هي اللي فيني أشرب فيها الكمية اللي بدي إياها من المي أو من القهوة والشاي الأخضر أو الشاي الأسود أو المشروبات الثانية، ولكن نركز على شرب الماء بالإفطار أو ببداية الإفطار تكون هو المشروب الأساسي اللي نبلش فيه يومنا بعد يوم الصيام أو درجات الحرارة اللي هي معتدلة، ولكن هو صيام طويل أكيد بنقص الماء لازم تعويضه بالمي. تمام، يعني هيك حيصير تلبك معه أكيد. شو ما حاولنا أكيد معدة منكمشة أكثر من 12 ساعة باليوم بالضبط، ممنوع عن الطعام كمان، عم تجي بدك تشرب مي فورا، كمان عم تجي بدك تاكل، فأكيد عم يصير شوك للمعدة. فمنبلش بالتدريج مثل ما بينصحونا نعم. اختصاصية التغذية وحضراتكم بالضبط. المهتمين بموضوع الأعشاب نعم. نروح لقصة إنقاص الوزن خلال رمضان نعم. كثير من الناس بيقول لك هيك أنا ممتنع عن الطعام نعم. وعم خفف الكميات، في أعشاب ومغليات حارقة للدهون عن جد؟ نعم، مثل الزنجبيل ووجود خل التفاح بالسلطة. الشاي الأخضر صحيح أنه هو بيحرق دهون أو لا؟ الشاي الأخضر هو من مضادات الأكسدة ليساعد على اعتدال عمليات الأيض الموجودة بالجسم. في أيضا القرفة كمان هي بتساعد أيضا ولا لا؟ القرفة واليانسون أنا بتمنى ما حد يشربهم اللي عنده نقص بالسكر مشان ما يصير عنده هبوط بفترات الصيام الطويلة، لأن هي بتعادل السكر اللي عنده السكر مرتفع. اللي عنده هبوط بالسكر إذا استعمل اليانسون والقرفة راح يصير عنده هبوط زيادة وراح يضطر يفطر لأنه ما راح شيء عادل له السكر إلا بأخذ السكر المباشر. تمام. على طيب. عكس مريض السكر اللي بالأنسولين أو بالأوبر أو نرجع نأكد أولاً وأخيراً استشارة الطبيب المتخصص. طبعاً أكيد. الصيدلاني أكيد. الطبيب المتخصص أكيد. يعني مو تقولوا أعشاب كترتها ما بتضر. لا بتضر. لا ممكن خلطة مع بعضها وكترتها نعم. بيضروا كتير لا سمح الله. نعم أكيد. طيب. بس أكدت لنا أنه كاسة الشاي الأخضر لن تحيي العظام. لا أكيد يعني الموضوع أكيد. يعني مو أنه نعبي معدتنا ونقول يا شاي أخضر انزلي لا شغلي أكيد. شغلي حكينا الزنجبيل وعندنا خل التفاح اللي موجود بالسلطة بكميات جيدة، يعني أنا صحن السلطة اللي بدي أكله أنا لحالي لازم يكون فيه نصف فنجان من القهوة من خل التفاح الطبيعي على صحني لوحده، يعني فأنا يعني إذا بدي أحرق الدهون لازم أزيد كمية الخل، والخل هو يعني بس ننتبه إذا ما في قرحة معدية أكيد، والخل التفاح الطبيعي على فكرة ما في له أي أثار جانبية حتى لو كانت القرحة بسيطة. تمام أوكي طبيعي المشغول منزليا أنا مقصود. طيب نروح لقصة تانية اللي هي أنا بشرب شاي كتير بين الفطور والسحور نعم. أثناء يمكن بعض الوجبات حتى والسناكات نعم. فورا معروك مع شاي، الشاي مرافقني دوما، في نعم. مضار للإكثار من الشاي الأسود؟ هلأ الشاي الأسود هو يعني غير مستحب شربه أثناء الطعام أو بعد الطعام مباشرة، غير مستحب، يعني إحنا كسوريين لازم مع الإفطار أو مع السحور، الإفطار الصباحي أنا بقصد قبل الصيام ومع السحور لازم كاسة الشاي تكون موجودة، فهي غير مستحبة، وإذا اضطرينا نشرب الكاسة 50 ميلي فقط مو المج أيوة. كثير من الناس أثناء الفطور بيتقلوا بالأكل فبيحسوا بخمول وكسل وبيحسوا بجهد حتى بهضم الأكل نعم. شو أنا لازم أخذ نوع من أنواع الأعشاب يخلي عندي سهولة بالهضم، يخليني ارتاح أكثر، يخفف من عندي الكسل أو الخمول ما بعد الفطور؟ الزهورات الشامية اللي هي الوردة الدمشقية مع الشمرة مع الكمون هي أفضل توليفة لمشاكل المعدة والتلبك المعوي، لا نشربها بسلاسة بدال فنجان القهوة بعد الفطور. طيب في مشروبات بتساعدنا أنه نحن ناخد طاقة إنرجي وتكون طبيعية، يعني نعم. كتير من الناس بيروحوا بعد الإفطار على صلاة العشاء ومن ثم التراويح بيقول لك أنا اليوم حصل ليهم 20 ركعة نعم. بعد أول 4 ركعات تامن ركعة ودع المونديال، الرابع بيستريح شوي لأنه ما عاد عنده طاقة، شو الحل؟ نعم. شوف هو بالنسبة لهذا الموضوع هو اللياقة البدنية،
احنا ما بدنا ندخل بموضوع الرياضة والترتيبات، هي اللياقة البدنية بالأصل، إذا كان هالشخص عنده حركة أو لا، والعمر والسن والأمراض الضغط والسكر اللي موجودة عند الشخص. ولكن ترتيب الطعام، يعني احنا مثلا بعد لما يوصل الافطار اذا شربنا كاسه اللبن مع حبه التمر ومع شويه شوربه، صلينا المغرب، رجعنا باقل زخم بهجومنا على الاكل او باقبالنا على الاكل، بهدوءنا بالضبط بالضبط. يعني احنا هلا في هذا الفصل، يعني اللي هو الجو المعتدل، في عطش في جوع، يعني الاثنين موجودين. على عكس الصيف في عطش ما في جوع، أو من كثر شرب المي ما في مجال لتاكل. انت بدك هلا هون الاثنين سوا، هون الاثنين سوا، العطش موجود والجوع موجود. على سيرة العطش، تفضل، هل كاسة الشاي على السحور بتسبب العطش كمان؟ هي معلومة أنا حابة توضح لنا. لا، كاسة الشاي على السحور، كاسة الشاي كاسة، لا، كثرة الشاي. طيب كثرة الشاي أكيد يعني يؤثر العطش، لأنه عم تسحب الحديد وأنت عم تاخذي من عناصر المعدنية الموجودة بالجسم، فأكيد رح يكون في عطش. هلا انا بظن مو بس الشاي اللي هي بتسبب عطش، املي، هي السكر المضاف للشاي. صحيح، قديه بنحلي الشاي فبالتالي السكر بده مي. نعم صح، اكيد. فلذلك نحن بنحس حالنا على طول السكر اسمه عطشان. سكر، وهو سكر مصنع ليس تحليه، يعني هو سكر مصنع موجود. فمثل الحلويات اللي احنا عم ناكلها بعد الفطور او بعد التراويح، قديش بدنا مي لنشبع من المي بعد أكل الحلويات هي. عن جد، لأنه كل شيء سكر عم نتناوله يحتاج إلى مياه. نعم، لتصريفه، وبالتالي 100%. نصائح أخيرة بتحب تضيفها لكل المشاهدين عم يتابعونا؟ الله يعطيك العافية، أنا والله كنت بدي أطلب منك هالكلمة. ايه تفضل. نخفف من الحلويات قدر الإمكان، وإذا عملنا حلويات منزلية تكون بعيدة عن القطر، ما فيها كتير سكريات زيادة. يعني نستعمل التمرية، اوكي، نستعمل العسل اذا وجد بدال القطر كبدائل للحلويات، هذا افضل شيء لننقص الوزن ونحافظ على الجسم سليم بعد الصيام يوم طويل. ان شاء الله يا رب الكل يكون بصحه وخير. آمين. ويا رب ما حدا ينضر. آمين. ونحصل على صيام هيك صحي كلياتنا. شكرا كثير لك، شكرا لوجودك معنا، استمتعنا كثير بنصائحك وبكلامك. رمضان مبارك. مبارك على الجميع، الله يعطيكم العافيه.